السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنصح وأحاور بأدب قصة إبراهيم. إذن قصة إبراهيم عليه السلام، المنير في التربية الإسلامية، صفحة 31 والثانية والثلاثون على بركة الله. إذن هذه الصفحة وهذه الصفحة. إذن نبدأ. أفكر عمل جماعي. إذن فخلال الدرس أولا سنتعرف على آداب الحوار، ثم شروط تقديم النصيحة. أنصح وأحاور بأدب. إذن بعد تأمله في ملكوت السماوات والأرض ليلا، هدى الله سيدنا إبراهيم عليه السلام إلى حقيقة التوحيد الذي يخالف دين أبيه وقومه. فكيف ستكون المواجهة بينه وبين أبيه وقومه من عباد الأوثان؟ إذن يمكنكم الرجوع إلى درس أبحث عن الحقيقة لتذكر. إذن سيقابل قومه دعوته بالرفض كما هو حال جميع الأنبياء والرسل في بداية دعوتهم. وقد كان أبو إبراهيم آزر كافرا بالله. آزر هو أبو إبراهيم، كان كافرا بالله وأبى ورفض اتباع ابنه إلى الحق، أو اتباع الحق الذي جاء به ابنه إبراهيم عليه السلام. إذن هذه الآيات تبين الحوار الذي دار بين إبراهيم وأبيه آزر، فلنستمع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم، لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا. قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. صدق الله العظيم. إذن بعد الاستماع لهذه الآيات البينات نكمل. أجيب لأفهم عمل ثنائي. من هما بطلا القصة من خلال هذه الآيات؟ إذن البطلان هما إبراهيم عليه السلام وأبوه آزر. ما موضوعه؟ أو ما موضوع؟ إذن كان لنا نسبقت هذه الموضوع الدعوة إلى ترك عبادة الأوثان وعبادة الله تعالى وحده. فإبراهيم دعا أباه أولا إلى ترك عبادة الأصنام. لا تدعوه إلى التوحيد أولا، تدعوه إلى الإيمان بالله وهو يؤمن بالأوثان. يجب أن نقوم بالتخلية ثم بعد ذلك نقوم بالتحلية، أي أنه يجب أن نخلي قلبه من الكفر ومن عبادة الأوثان، وبعدها نملأه بعبادة الرحمن سبحانه وتعالى. إذن دعوة أولا، قال له يا أبتي لا تعبد الشيطان. إذن
ما نوع الحديث الذي دار بينهما؟ نوع الحديث حوار بينهما. إذا كنا نسبقوا هذه نقولوا نوع الحديث حوار، على نقول الموضوع ديال الحوار ماشي مشكل. ما الفرق بين أسلوب كل واحد منهما؟ أسلوب إبراهيم سمته اللين والأدب والرحمة، أما والده فقد كان فظا غليظ القلب قاسيا بلا رحمة. إذن الأسلوبان يختلفان. إذن أتعرف قيمي. قال الله تعالى في سورة النحل آية 125: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. نعم، إذن هنا الله سبحانه وتعالى يدعو رسوله إلى الاتصاف بالحكمة والموعظة في دعوة المخالفين. وانطلاقا من الآية ومن درس الرسول مبلغا الذي مر علينا في مدخل الاقتداء، أعين مما يأتي كيف بلغ صلى الله عليه وسلم الدعوة أو دعوة الإسلام إلى قريش. هل بلغ بالعنف والقتال، بالرفق واللين، بالصبر على الأذى، بالحجة والدليل؟ إذن بالرفق واللين وبالصبر على الأذى، الأذى المادي والمعنوي، بالشتم والضرب، بالسب، بالتنقيص، بالسخرية. إذن كان هذا أذى، ثم هناك حجة والدليل. لا يمكن أن تقنع الآخر فقط بالكلام، يجب أن تكون لديك حجج حتى تثبت يعني دعوتك. أستخرج من قصة إبراهيم في القرآن هذا الحوار اللي شفنا الصفة التي نادى بها والده وهو يحاوره، قال له الصفة هي يا أبتي، يا أبتي، يصفه بالأبوة حتى يرق قلبه ويحن قلبه وينفتح قلبه ليسمع كلام الله. ولكن هيهات هيهات، أحسب كم مرة تكررت هذه الصفة في خطاب إبراهيم. نعم، إذن تكررت 4 مرات. أستنتج مما يأتي ما يدل عليه تكرارها في حواره مع والده: تأدب أو التكبر على المحاور المخالف، تأدب معه، احتقاره. إذن بين أن نقول التأدب، تأدب مع المحاور، فهو في كل كلمة يريد أن يقولها وكل توجيه أو كل معلومة يريد أن يخبر بها أباه يقول له يا أبتي يا أبتي، يناديه بكل لطف وحنان وتأدب. أبني قيمي وأختار. أتبنى السلوك الإيجابي مما يأتي. أصف تارك الصلاة بالكفر وأنا أنصحه. لا، ولك تنصحه توصفه بالكفر بلا ما تنصحه. أتحاور بلطف مع صديق نصراني حول الإسلام. نعم، ولكن أنت لازلت صغيرا على محاورة الآخر حول الإسلام. نحاور الآخر دائما بأدب، ولكن هذه المواضيع يجب أن تكون مسلحا بالعلم. قد يعني تخطئ في الحوار مع النصراني حول الإسلام وتعطيه معلومات خاطئة فينعكس الأمر. إن أصغي لمحاوري ولا أقاطعه. نعم، أغلظ القول لمدخن أنصحه بترك التدخين. لا، أتحاور بانفعال وحدة مع شاب غير مسلم. لا، أحترم رأي من يحاورني ولا أسخر منه. نعم، حدد سلوكي وأبادر. حدد مما يأتي الأسلوب الذي أنصحه وأحاور به من يخالفني الرأي. أحترم حقه في التعبير. نعم، أناديه أو أنتظر حتى يتم كلامه. أناديه بلقب يحبه، يعني عندي شي صديق ديالي نقول له شي صفة عزيزة عليه، كتبغي مثلا مجتهد، لطيف، شي لاعب عزيز عليه مثلا هو يلعب الكرة مثلا يعني بمهارة، تقول له تسميه هذاك اللاعب، فهمت؟ كي عزيز عليه باش يسمع لك، باش يكون مستعد للاستماع اليك. اذا التفت عنه بوجهي، اضحك من ارائه، افرض عليه رايي، كل هذه اشياء سلبيه. لا،
إذن أختار من بين ما يأتي آداب الحوار مع الغير: طيب الكلام، الاتهام والتشلاق، حسن الإصغاء، حسن الإنصات، تقديم الحجة والدليل، نعم، الهمز واللمز، الاحترام المتبادل، الرغبة في الانتصار، الرغبة في إظهار الحقيقة. إذن لا يكون دافعك الرغبة في الانتصار، أن تنتصر لوجهة نظرك، بل يكون الهدف هو أن النصيحة في حد ذاتها، أن تنصح الآخر، أن تقدم له معلومة مفيدة، أن تظهر الحقيقة. ليس يعني الرغبة في الانتصار هو يعني هو حظ نفسي. نعم، أستخرج من قصة إبراهيم عبارة تدل على مخالفة والده لآداب الحوار. استخرجنا هذه لأن الأب تكلم مرة واحدة وقال: لئن لم تنتهي يا إبراهيم، ياك إن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. أستخرج من القصة عبارة ختامية تدل على التزام إبراهيم بآداب الحوار. إذن إلى نهاية الحوار كان إبراهيم يعني متمسكا بآداب الحوار وباللطف واللين والرفق بوالديه، فقال له في آخر الحوار، قال: سلام عليك، سأستغفر لك ربي، سأستغفر لك ربي. ف يعني رغم تهديد والدي له، فقد تمسك هو إذن سأستغفر لك ربي. أحول الحوار بين إبراهيم وأبي إلى نص مسرحي، يعني هذا العمل التعليم اللي أعطونا هنا يعني نص مسرحي يحتاج إلى خبرة في كتابة نص مسرحي. إذا فقط قم بتحويل هذه الآية الكريمة إلى حوار. يعني قال إبراهيم: يا أبي لما تعبد الشيطان، أو لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر. أقول الأب: وما شأنك أنت مثلا؟ فأنت أقول: يا أبتي إنه قد جاءني. نحول إلى حوار فقط، لأن النص المسرحي عنده طرق أخرى للكتابة. إذا أمثل أنا وزميلي هذا النص، أبحث، إذا نمشي لذلك أبحث آداب عامة للحوار. دي يعني لك السؤال الأخير: يحتاج الحوار إلى آداب عامة ينبغي للمتحاورين أن يلتزموا بها، لأن الحوار سينهار من قبل أن يبدأ في حالة عدم الأخذ بهذه الآداب العامة. وهذه الآداب تجعل الحوار مثمرا. هو أول هذه الآداب الإخلاص، أو إخلاص المحاور النية لله، يعني يكون الهدف ديالك هو نيل رضا الله وليس انتصار للنفس. توفر العلم، نعم، صدق المحاور، يكون الصدق، الصبر والحلم، والصبر الصبر يكون انواع الصبر على الحوار ومواصلته، ماشي تبدا وتحبس. اذا الصبر على الخصم سيء الخلق، الصبر عند السخريه، الصبر على شهوه النفس في الانتصار كما قلنا، لذا الاخلاص لله، الصبر على النفس وضبطها، الرحمه، ان تكون رحيما بمحاورك، ان تحترمه، ان تتواضع وان فقته علما. إذن من أخلاق المؤمن حسن الحديث إذا حدث، وحسن الاستماع إذا حدث. نعم، إذن هذه نصيحة وتوضيح لأخلاق المؤمن: إذا تحدث أحسن، وإذا حدث السماع باحترام وبإيمان. وصلوا على رسول الله، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. السلام عليكم ورحمة الله.